السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غادي نشارك معكم واحد الماسك ديال الشعر، واحد كيجي زوين بزاف، تغذية ديال الشعر. والشعر إلا كان تيطيح، إلا كان تيتقرض، إلا كان مهلوك بالصباغة، تديروا شي صباغة وما تطلقش ليكم وكيبقى الشعر كيتقطع وخاشين. دابا أنا غادي نعطيكم حمام زيت اللي كي يوافق للشعر، اي شعر واخا يكون بيوندو، يكون زعر، يكون كحل، لايق هاد حمام زيت. دابا غادي نبداو على بركه الله، ما غاديش نعطل عليكم. اول حاجه كندير الماء طايب، درتو من طيبتو، ها هو يا الماء سخون. دابا غادي ندير فيه، دابا نشوف الا كان كثير، الا ما كانش كثير الا كثير نقسم منه باش ما يدخلش ليا الزلافه، باش يسخن لينا هذا الماء. غادي نديرو غير على حساب باش نسخن الزيت الكوكو. دابا انا خليت غير واحد الشويه ديال الماء طايب. اول حاجه غادي ندير، غادي نتبع معكم خطوه بخطوه ان شاء الله. انا عندي هنايا الزيت الزبده ديال الكوكو، هو غادي ندير واحد المعلقه. وعندي هنايا الزيت ديال الخروع، غادي ندير حتى هي معلقه، معلقه صغيره انتوما. هاد زيت الخروع راه زوين بزاف للشعر، فيتامين ديال الشعر، راه تيعطي واحد اللمعان، واحد القوه للشعر. وعندنا هنا الزيت ديال لافوكا، حتى هي غادي ندير منها معلقه صغيره، ها هي. وعندي هنايا الزيت ديال زنجلان، السمسم، زيت السمسم اللي هو زنجلان، غادي تا هو ندير واحد المعلقه صغيره. وعندنا هذا زيت زريعة الكتان، الزيت ديال زريعة الكتان. انا راه كنديرهم، انتم القراعي راه بغاو يتقادوا، انتم كيتقادوا وكنشريهم هادو، هاد المنتوجات كنلقاهم هنا، وهادو كنلقاهم في المغرب، كنجيبهم من المغرب. وهذا الزيت ديال اللوز الحلو، هاد زيت ديال اللوز الحلو انا كنشريه، كنعصرو، كنعصر الزيت ديال الارغان، وكنعصر الزيت ديال اللوز ديال الحلو وديال الحار وارغان، كنجيبهم من المغرب. ملي كنكون في المغرب هادشي كلشي انا كنجيبو كنعصرو وكنجيبو طبيعي، كنعرف اشنو كنجيب فيه. هو كندير معلقه صغيره. ودابا بعد ما سخنا الزيت ديالنا بحال ما هكايا كتكون سخونه، تنشدو الشعر ديالنا. اول حاجه تنمشطو الشعر مزيان من اللور بحال ما كنت تتمشطو، ديك الجلده كيعود داك. ودابا هذه هي الزيت ديالنا بعد ما درتها في حمام مريم، الزيت هي موجوده سخونه. غادي تنمشطو شعرنا، هو الاول تمشطو شعركم، عاد باش تديروها تدلكوها من الفروه ديال الراس وحتى الشعر، كتبقاو غاديين تماصيو في ديك الزيت من الفروه ديال الشعر حتى الطول ديالو صافي. الا كان عند اللي عندها السيده اللي عندها الشعر طويل كتضوبل المقادير، تضوبل هاد المعلقه صغار. الا عندها الشعر قصير بحال انايا مقطعه شعري، كندير درت القياس ديال شعري صافي.
كتدوزو ثاني هي سميتو باش كتغطيو الشعر ديالكم. اما الا عندكم فوطه كديروا الفوطه كتشدوها كتلقوها تحت الروبيني، ولا كطيبوا الماء كدير واحد الباشينه ديال بانيو صغير كتغطسوا ديك الفوطه كتعصروها مزيان ما يبقاش فيها حس الماء غير السخونيه اللي كتبقى شاده، كتعصموا بها الشعر ديالكم صافي كتعكفوا به. انايا كنشد هذه كنديرها ديك السخونيه مع الميكا كاينه الفوق، وعندي الفوطه هاد الفوطه كاينه لتحت بحال ما هكايا صافي كنديرها. الميكا البنات ما ديروهاش منها الشعر ديالكم حيت الميكا كتحل لينا المسام بزاف ديال الشعر وكيبدا يطيح، وديك الشعر تيعود سخفان تيطيح. ودابا البنات بعد ما كتفوت هاد اللحظه كتخليو هاد اللحظه ديال الزيت والفوطات كتغطيو شعركم لمده ديال ساعه بالمكانه البنات، ما تفوتوش ساعه بالمكانه. بعد ما كتغسلوا شعركم كديروا شامبان على حساب شامبان ثاني، غادي نعطيكم واحد النصيحه ديال شامبان. السيده اللي عندها الشعر منقصف بزاف وكيطيح والشعر الزغبه كتقطع غير بوحدها، تنعطيها واحد النصيحه ما تديرش شامبان اللي يكون فيه السيليكون، ما ديرش اي شامبان تيخصها اما تشري من الفارماسيان اما تشري جونسون، تشري داك ديال الدراري الصغار بيبي صافي. هادو همايا باش تتبع وتشد سكين جبير. غادي نعطيكم واحد الوصفه ديال شامبان ان شاء الله. غادي تشدو السكين جبير داك الطري ماشي اليابس الغبره، سكين جبير يكون طري يكون جديد، كتقشروه كتحكوه مزيان كتحكوه كيطلق واحد الماء، كتشدو داك الماء اللي طلق لكم داك الماء جهد معلقه ديال 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 صغيره ديال الماء، كتخويوها في داك الشامبان اللي تغسلو به ماشي كتخويوه في القرعه، داك الشامبان اللي غادي تغسلو به القدر ديالو كتخويو فيه هذاك الماء صافي، كتغسلو به كديرو هاد القناع جوج مرات في السيمانه صافي. هذا هويا، وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو البنات، الى عجبكم شجعوني باش القناه ان شاء الله تزيد لقدام وتعطيكم المزيد في المزيد، ومازال ان شاء الله غادي نشارك معاكم بزاف ديال النصائح وبزاف ديال الوصفات وبزاف ديال الطياب وديال كلشي. مطبخ ام منصيف راه ان شاء الله غادي يعطيكم اي حاجه غادي تسناوها منه، اي مفاجاه ان شاء الله تكون زوينه غادي نشاركها معكم. وتنقول لكم بصحتكم ولايك البنات ما تنساوش لايك، واللي ما مشاركش يشارك يبرك على الجرس باش يوصلوا كاع كل من هو جديد عندي ان شاء الله. وتنقول لكم بصحتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.